يومين كافيه لكم يعني كانت تشوفوها انتم؟ الصراحه احنا مو كافيه هي، اجانا توجيه يعني راح تبقى الاستماره، كان المفروض اليوم ساعه 2400 مساء تغلق الاستماره، بس راح تبقى مفتوحه الاستماره لاكمال بعض البلوكات اللي غير مكتمله، فراح يكون اعتقد اكو في التمديد لفتره من الزمن انه يكمل العداد، باقي يعني باقي العدادين ما مكملين استماراتهم، راح تكمل استماراتهم، بس بالنتيجه احنا راح ناخذ كل البيانات عن كل المناطق ونغلق البلوكات ان شاء الله. نعم زين. يعني شفنا احنا يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه اكو اليوم يعني هاله اعلاميه ضد هذا، يعني ضد التعداد السكاني، انه اكو يعني ناس متخوفه من يعني من ناحيه يعني تسجيل البيانات، يعني الوفيات شلون تتعاملون وياها؟ اللي ذكرت حضرتك انه التخوف او العزوف اللي صار من لدى بعض المواطنين والاسر كان حول بعض الاسئله اللي هي تسجيل مقتنيات الاسره واللي احنا راح ندخل عليها بالمرحله الثالثه. تسجيل مقتنيات الأسرة ترى هذا الموضوع يا أخوان بالعكس بصالح الأسرة، يعني إحنا هذا الموضوع لتحديد المناطق المحرومة، يعني مقتنيات الأسرة شنو هالموجودات الثابتة اللي لدى الأسرة؟ أكو بعض الأخوان تعرف أنت يعني مستويات الطبقية مختلفة، فهدف الهيئة من هالأسئلة هاي، طبعا هالأسئلة وضعت يعني موضوع مو اعتباطي وفق سياسات وراح تظهر تفرز لنا نتائج على أثرها، مثل ما قلت لك راح صانعي القرار او متخذي القرار راح ياخذون السياسات التنمويه، فما عندنا اي تقاطع ليكون تتخوف الاسره العراقيه، ما عندنا اي تقاطع ويا اي جهه، معلومات راح تكون في غايه السريه طي الكتمان، الاسره العراقيه تدلي بمعلوماتها مثل ما هي، لتحديد انا اقول لك لتحديد مستويات وخطوط الفقر بالعراق، تحديد نعرف المكانات المحرومه، بعض الاسئله اللي كان متخوفين من عندها بالعكس هسه الاسره العراقيه احنا دا يخابرونا حتى على الاخوان على الخاص يتصلون بي لحد الباعة اوقات متاخره من المساء، يعني يقولون احنا ليش مزايرين لحد هسه بعد، فقلنا لهم ترى احنا بعدنا يعني بمرحله سجل الاسره بفتره الاسناد الزمني اللي هي مستمره لحد اليوم الساعه 12 بالليل ان شاء الله.